السادة المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة من قناة سهيل الفضائية قناة الثورة. والبداية كالمعتاد بأبرز العناوين. مجلس الأمن يحذر المخلوع والبيض من الاستمرار في عرقلة التسوية. محافظة ريما تصعيد للمطالبة بإقالة المحافظ وحفل بالذكرى الثانية للثورة. واستهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم. حضر مجلس الأمن الدولي في بيان رئاسي أصدره مساء أمس الجمعة بشأن اليمن، حضر كل من يسعون إلى عرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني والمرحلة الانتقالية السياسية من تدابير وإجراءات رادعة قد يتخذها المجلس ضدهم وفقا للمادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأعرب بيان مجلس الأمن عن قلقه إزاء التقارير المشيرة إلى تدخل أشخاص داخل اليمن يمثلون النظام السابق وغيرهم ممن لم يلتزموا بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الانتقالية. وتشمل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ونائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض. وعليه يؤكد مجلس الأمن استعداده للنظر في اتخاذ تدابير إضافية تشمل تلك المدرجة في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة إذا استمرت الأعمال التي تهدف إلى عرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني والمرحلة الانتقالية السياسية. هذا وقد حث مجلس الأمن في البيان كافة الأطراف اليمنية على ضرورة حل خلافاتها عبر الحوار والمشاورات ورفض شتى أشكال العنف الرامية إلى تحقيق أهداف سياسية والابتعاد عن الاستفزازات أو التحريض والالتزام الكامل بالقرارين 2014-2051. داعيا كافة الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوصة في اتفاقية المرحلة الانتقالية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتعامل معها بحسن نية وعبر الوسائل السلمية التي تتسم بالشفافية وبطريقة بناءة وتعزيزا لروح المصالحة. إلى ذلك أكد السفير البريطاني في مجلس الأمن الدولي مارك ليل جرانز مساء الجمعة أن صدور بيان من المجلس بشأن معرقلي العملية الانتقالية في اليمن رسالة للرئيس المعزول علي عبد الله صالح ولكل الذين يهددون العملية الانتقالية بأن المجتمع الدولي لن يقبل بذلك. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جرانت عقب تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على بيان يحدد لأول مرة بالاسم علي عبد الله صالح ونائبه الأسبق علي سالم البيض كمعرقلين للعملية الانتقالية في اليمن. وبشأن شحنة الأسلحة التي ضبطتها اليمن وعلى متنها شحنة أسلحة قيل إنها قادمة من إيران، قال السفير البريطاني إن المجلس طلب من مجموعة الخبراء التابعة له والتي تراقب الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران وتشمل حظرا للأسلحة التحقيق في الحادث بعدما قدم اليمن شكوى رسمية بذلك. في الواقع هذا المرسوم يشير إلى تصرفات الرئيس السابق وآخرين يعملون على نصف العملية الانتقالية السياسية، وقلنا أنه إذا ما استمرت هذه الممارسات فإن مجلس الأمن سوف يستخدم الأدوات المتاحة له بما في ذلك المادة 41 تحت هذا الفصل. إن رسالة واضحة له وأيضا لأولئك الذين يحاولون نصف العملية، أولئك الذين يهددون المرحلة الانتقالية والعملية الانتقالية، أن مجلس الأمن لن يقبل بهذا السلوك أبدا. هذا فيما وصف رئيس جهاز الأمن القومي الدكتور غالية حسن الأحمدي شحنات الأسلحة الإيرانية إلى اليمن بالخطيرة لأنها أسلحة إرهاب وتفجير عن بعد. وقال الأحمدي كنا نتوقع حقيقة أن تناور إيران في إطار صراعها الدولي وتستخدم المزيد من أوراق الضغط، ولكن لم نكن نتوقع أن تصل الأمور إلى درجة إدخال أسلحة فتاكة إلى اليمن. وأضاف لقد كانت تأتينا معلومات عن دخول أسلحة إلى اليمن ولم يكن لدينا الدليل الثابت قبل ذلك، لكن هذه الشحنة قدمت الدليل الحسي لأن مصدر الأسلحة إيران وليس هناك أي شك بذلك، وهناك تفاصيل أخرى لا داعي لذكرها في الوقت الراهن. وأكد الأحمدي وجود دعم إيراني مادي ومعنوي للبيض وجماعة الحوثي إضافة إلى التدريب القتالي والدورات الدينية.
تعقد اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم اجتماعا لمراجعة وفحص جميع القوائم مقدمة من الأحزاب والحركات السياسية ولجنتي الاختيار في شمال الوطن وجنوبه ومرشحي لجنتي المعايير والانضباط المقترحة من لجنة القضاء الأعلى ونقابة المحامين اليمنيين. وتهدف عملية المراجعة فحص إلى التأكد من التطابق مع معايير وشروط الترشيحات المتمثلة بضرورة تمثيل نسبة 50% على الأقل من الجنوب و30% على الأقل من النساء و20% على الأقل من الشباب، وكذلك التمثيل المتوازن والمناسب من مختلف المحافظات اليمنية من القوائم من القوام الإجمالي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والبالغ عددهم 565 عضوا. رصدت الأجهزة الأمنية وقوع 78 جريمة تخريب لخطوط النقل الكهربائي ذات الضغط العالي خلال العام الماضي، وهو ما يقل ب 23 جريمة عما كانت عليه عدد هذه النوع من الجرائم خلال العام 2011. وأشار التقرير الإحصائي الأمني السنوي بأن أجهزة الأمن ضبطت 23 جريمة، فيما بلغ عدد المتهمين بارتكاب هذه الجريمة 120 متهما. وأوضح التقرير أن محافظة مأرب تصدرت جرائم التخريب التي ارتكبت العام الماضي. أحيا اتحاد الشباب الاشتراكي بمحافظة ريما الذكرى الثانية لثورة 11 من فبراير، وذلك وسط حشود جماهيرية كبيرة من مختلف المكونات السياسية والحزبية وعلى رأسهم أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة. وفي الحفل ألقى سلطان الواسع كلمة اتحاد الشباب الاشتراكي بالمحافظة، قال فيها إن الذكرى السنوية لهذه الثورة تذكرنا بأولئك الشباب المناضلين الذين قدموا أرواحهم في سبيل خلاص اليمنيين من براثن الظلم والاستبداد. وأشار الواسع إلى أن الثورة مستمرة ولن تتوقف حتى تتحقق كامل الأهداف التي نظر من أجلها الشهداء والجرحى، مؤكدا أن ريما قدمت نحو 30 شهيدا والمئات من الجرحى في هذه الثورة الشبابية السلمية. وسط حشود من مختلف مديريات المحافظة أدى المئات من أبناء ريما أمس في ساحة الاعتصام بمركز المحافظة الجبين جمعات التصعيد، وذلك للمطالبة بإقالة فورية لمحافظ المحافظة علي سالم الخضمي. وطلب خطيب الجمعة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بسرعة إقالة المحافظ وإحالته إلى المحاكمة، وذلك لتورطه بالكثير من المخالفات الدستورية والقانونية، مشددا البقاء في ساحة الاعتصام حتى رحيل محافظ المحافظة. واعتبر خطيب الجمعة أن بقاء الخضمي يهدد أمن واستقرار المحافظة، مشيرا إلى أن الذكرى الثانية للثورة الشبابية هي ذكرى رحيل الظلم والاستبداد، وأن أبناء المحافظة لن يقبلوا بعد اليوم بتلك الممارسات. نفذت الندوة العالمية للشباب الإسلامي مكتب اليمن بالتعاون مع فرع جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بمحافظة ريما مشروع إغاثة المتضررين والذين استفاد منها 200 أسرة فقيرة ومحتاجة في مديرية السلفية بريما. ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج الإغاثة العاجلة للفئات الأضعف والأفقر بالمحافظة والمتضررة من استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. كما عبر أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة حسن العمري عن شكره الجزيل للندوة العالمية وفرع جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية، وذلك على دعمهم ومساندتهم للفقراء والمساكين من أبناء المحافظة، متمنيا مضاعفة الجهود الخيرية داخل هذه المحافظة التي قال بأنها أولى بذلك من غيرها نظرا لتفاقم معاناة أبنائها. أقامت دائرة المرأة بالتجمع اليمني للإصلاح ورشة عمل حول الحوار الوطني وتأثيره في تحقيق أهداف الثورة الشبابية. الشيخ عبد الله ساتر ضيف الورشة أكد على ضرورة التفاعل مع الحوار الوطني كونه الضمان الوحيد لتحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية. إلى محافظة أبين حيث جدد أبناء مديرية زنجبار مطالبتهم بإعادة إعمار ما دمرته الحرب على الإرهاب، داعين الرئيس هادي و
الوفاق إلى لفت الأنظار إلى محافظتهم المنكوبة، متمنين أن تبدأ عملية الإعمار قبل بدء الحوار. نطلب من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي لفت النظر لأبناء محافظة أبين بالأعمار الذي خربته الأيادي الغادرة. نطلب منه بالأسرع الأمكان أن يلفت النظر ويعمروا أبين بدرجة أولى. نزول إلى محافظة أبين تدارك هموم المواطنين وتبدأ بالإعمار، لأن أكثر المواطنين الآن بدون مأوى. الحوار لابد منه، ولكن الإعمار في مدينة أبين لابد وضروري جدا، لأن بدون إعمار أبين لا حوار. نناشد نحن النظام، نشيل النظام في البلاد، نشيل الأمن والاستقرار داخل البلاد، أهم شيء الأمن والاستقرار في البلاد. ترجع المياه لا مجاريها، يعني ترجع المحافظة يعني زي تلك المحافظات الأخرى، وإن شاء الله تمام. أيوة، وندعي نشي البناء بيوتنا. المواطنين في محافظة أبين في أسوأ حالة، يعني بيوتهم مدغدغة، الكهرباء ما فيش، المياه تجي وتروح، يعني مياه غير صحية. أتمنى من عبد الرب منصور أن يستمر بهذه الخطوات وأن ينظر إلى محافظة أبين. أبين تأن، أبين منذ التحرير أنها ما ليس لديها قيادة. نفذ طلاب البورد والماجستير من التخصصات الطبية اليوم وقفة احتجاج أمام منزل الرئيس عبد الرب منصور هادي، وذلك للمطالبة بتوفير الجهات المختصة في حكومة الوفاق ووزارة الصحة بيئة تدريبية حقيقية وإعطاء المتدربين حقوقهم الكاملة. كما طلب المحتجون بمنح أطباء الدراسات العليا منحة مالية شهرية أسوة بزملائهم الدارسين في الخارج، وتنفيذ قرارات الرئيس رئيس الوزراء فورا فيما يتعلق بالإعفاء من الرسوم الدراسية. الأطباء المحتجين اليوم هم أطباء البورد والماجستير من الاختصاصات الطبية، مطالبين اليوم ومحتجين على أنه يدرسوا في داخل الوطن ويعملون كذلك وبدون منحة مالية ولا كذلك أي اعتبارات أخرى، لأنهم قصدي من كتب وعدم توفر الكتب. كذلك المجلس اليمني للاختصاصات الطبية يفرض عليهم 1650 دولار على الأغلب منهم، خاصة الذين هم غير موظفين، فيبقى الطبيب الغير موظف بين سندان الفقر ومطرقة المجلس اليمني للاختصاصات الطبية. بدأ المناوبات وأيضا مساواتنا بزملائنا في الخارج الدارسين في الماجستير ومجال الزمالات والبرد، فهو يعني طلب مشروع، ما طلبناش يعني حاجة يعني ذو كبيرة. وكذلك تغذية للمناوبين لم تتوفر، هذه يعني جملة مطالبنا، ثلاث مطالب لا غير. لنا فترة طويلة نردد ونطالب وبكل الوسائل السلمية والمرافعات أمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الهيئة عن مطالبات أطباء البورد الذي يعانون فترة طويلة من ضغط في الجانب المادي أثر على تحصيلهم العلمي. احنا طلبنا كثير من إدارة مستشفى الثورة انهم يلبوا مطالب الاطباء برفع بدل الاستلامات المناوبه والتي احيانا تبلغ 24 ساعه واكثر بقيمه 2500 ريال، يعني لا يستلمها حتى لنقول شاقي يعني. ونحط ريحانا في محافظة الحديدة، حيث نظمت جمعية أبي موسى الأشعري وبدعم من منظمات شركاء اليمن الدولية منتدى حواري حول تطوير الدستور اليمني في مجال الحقوق والحريات. المنتدى الذي شارك فيه 30 مشاركا ومشاركة من منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والناشطين، تطرق المتحدثون فيه إلى أهمية المشاركة المجتمعية في بلورة الأفكار على طريق تعديل الدستور. ختام هذه النشرة أعود فأذكركم بأهم وأبرز ما جاء فيها من أنباء. مجلس الأمن يحذر المخلوع والبيض من الاستمرار في عرقلة التسوية. محافظة ريما تصعيد للمطالبة بإقالة المحافظ الخضمي وحفل بالذكرى الثانية للثورة. للمزيد من الأخبار والاطلاع على برامج قناة سهيل الفضائية زوروا موقعنا على الانترنت سهيل.net. في أمان الله.